بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الثاني، المثال الثاني على نفس الـ deflection of beam، الانحراف البيم. إيش قد الانحراف يصير بالبيم اللي هو يعني ينزل للأسفل، إيش قد البيم. وأنا جبت لكم مثال إنه الشيء المانع هي بين حائطين، وخلينا عليها سقف وخلينا عليها وزن، وهي إيش قد راح تنزل. هذا الديفليكشن هو طبعا ضمن الالاستيسيتي، مو ضمن البلاستيسيتي، يعني يرجع الى مكانه او موضعه الطبيعي. واكو هذا العالم هو ميكرلي سوى طريقه انه لحل هذا الديفليكشن بالتكامل، ياخذ العزم ويكامله مرتين، نوبه يسوي سلوب ونوبه يسوي الديفليكشن. دي واي على دي اكس هو السلوب، والواي وحدها هي الديفليكشن. ف احنا نركز على هذا الموضوع، لان الموضوع مهم جدا بالمقاومه مواد، وهو من يعني من اهم المواضيع واصعبها، فلذلك اريدكم تنتبهون. عندنا مثال هذا يوزنج ميكرلي، هو شوف يقول لك يوزنج ميكرلي ميثود، طريقه ميثود ديترماين ذا سلوب، يريد سلوب دي واي على دي اكس اند ديفليكشن الواي. السلوب هو دي واي على دي اكس، والديفليكشن هو الواي ات سي، نقطة سي. هاي ما عندكم بس خلوها بالمحاضرة، بس يعني هاي اللي تسحبوها بس خلوا هنا نقطة سي، لان هاي احنا ناسيها كنت حاطط لكم اياها. فان ديفليكشن ات سي فور ذا بيم لودد از شون، مثل ما تشوفون هاي عندنا بيم، هاي عندنا بيم مثبتة من هنا ومن هنا، بهاي الجهة مثبتة وبهاي الجهة مثبتة، واكو حملين عليها، حملين مركزة، حمل 10 كيلو نيوتن، يبعد عن مسافة 2 متر على رد الفعل الأيمن، و15 كيلو نيوتن يبعد عن 2 متر عن رد الفعل أو السبورت الأيسر. يريد الديفليكشن في المنطقة. فلازم احنا أول مرة نوجد المعادلة مال الديفليكشن، المعادلة الرئيسية، وبعدين يعني معادلة بأي نقطة، وبعدين نخلي النقطة اللي احنا نريدها، او اي نقطة تريد هنا بسي بدي هنا باي مكان، بعد ما انت تطلع المعادلة الرئيسية. نخليها هاي زين. حتى نحل هذا اول مرة لازم نجي، حتى نحل هذا لازم نقير ردود الافعال. هذا رد الفعل هنا ورد الفعل هنا اللي هو مال سبورتد، مال ال شو اسمه الموازنة، هاي الاتزان، نقاط الاتزان. للحصول على رد الفعل ناخذ العزوم حول نقطة اي، نجي ناخذ نقطة اي العزوم حولها. فالقوة في ذراعها 15 في 2، 15 في 2 هاي 15 في 2 زائد زائدا 10 في 4، القوة في ذراعها 10 في 4 زائدا 10 في 4. هذا عكسها، عكسها ار بي في 6، 2 4 6، فار بي في هاي المسافة 6، اذا ناقصا ار بي في 6 يساوي 0، مجموع العزم يساوي 0 حول نقطة اي. زين 15 في 2 30 زائدا 40 ناقصا ار بي في 6، ار بي يساوي ان هنا عندك 30 زائدا 40 على 6 يطلع عندك 11.67. هذا طلع عندنا الار بي هو 11 بوينت، هذا ار بي طلع عندنا 11.67. هسه نطلع الار اي، ناخذ مجموع القوة، مجموع القوة باتجاه واي يساوي 0، يعني هاي القوة زائد هاي القوة ناقصا هاي القوة ناقص هاي القوة، او هاي زائدا هاي زائدا هاي يساوي هاي النقطة، هذه القوة زائدا هاي القوة. اذا ار اي زائدا ار بي يساوي 15 زائدا 10. الار بي عندك هو 11.67، يطلع عندك الار اي 13.33. طلعنا رد الفعل هنا ورد الفعل هنا. نخلي اكس اكسس في اي مكان، نخلي مسافة اكس عنه، هذا هو الاكس اكسس، حتى نطلع المعادلة العامة مال الديفليكشن.
نخلي محور اكس اكسس هنا لا على التعيين هنا في المنطقة، وعن هذا مسافة عن الجهة اليمنى، ونوصل هاي المسافة منها لهنا المسافة هي اكس، نعتبرها اكس او نفرضها. My method is double integration method taking a as origin the aim at any section x and at a distance x from a. هاي المسافة x from a. ناخذ العزم اول مرة، ناخذ العزم حتى نبدي نكامل، ناخذ العزم حول المحور هذا xx العزم. فنقول الام، الام هو شو يساوي؟ هو الام اصلا يساوي هاي المعادلة اللي هي اي اي، احنا اشتقيناها اي اي في دي تربيع واي على دي اكس تربيع. نقول دي تربيع واي على دي اكس تربيع شو يساوي؟ يساوي رد الفعل هذا في اكس 13.33 في اكس ناقصا 15 في اكس كلها ناقص 2. 15 في اكس، في هذا اكس من هنا لهنا ناقص 2، يعني يطلع المسافه من هنا لهنا هاي كلها اكس ناقص هاي تطلع هاي من هنا لهنا ناقصا 10، هاي العشرة في من هنا لهنا المسافه هي اكس ناقصا 4 اكس، هاي اكس هذه اكس ناقصا 4، ايش طلعت المسافه؟ طلعت اكس ناقصا 4 تطلع المسافه مال او الذراع مال 10 مال 10 الى اكس 10 اكس ناقصا 4. اذا طلعت عندنا، اذا سوينا معادله للعزم، سوينا معادله للعزم اللي هو دي سكوير واي دي اكس تربيع، هاي المعادله مالتها او الام العزم. نجي نكاملها، نكاملها يصير دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس هذه يصير اكس تربيع على 2، هذه يصير اكس ناقص 2 تربيع على 2، هذه يصير اكس ناقص 4 تربيع على 2، زائدا ياخذ ثابت التكامل زائدا سي 1 التكامل الاول. هذا هو دي واي على دي اكس، هو هاي معادله، هذه هي معادله السلوب، معادله الميل، هذه هي معادله الميل. نجي نكاملها مره ثانيه حتى نطلع الديفلكشن، معادله الديفلكشن. نكامل هذه، هاي شو تصير؟ اكس تكعيب على اكس تكعيب على 3 في 2 6، اكس تكعيب على اكس تكعيب على 3 في 2 6، اكس تكعيب على 3 في 2 6، اذا نبني على 6 زائد سي 1 في اكس ياخذ هذا اكس زائد سي 2 التكامل الثاني، ثابت التكامل الثاني. تو فايند سي 1 سي 2 applying boundary condition C1 و C2 حتى نطلع C1 و C2. طيب لمن X يساوي صفر و Y يساوي صفر، نرجع على الرسم، ال X هنا هذا ال X منا لهنا X، منين بدأ؟ بدأ منا، إذن بهاي المنطقة نقطة اي ماكو ديفليكشن صفر، اذا لما الاكس يساوي صفر الواي يساوي صفر، نرجع على لما الاكس يساوي صفر الواي يساوي صفر ماكو ديفليكشن. بس ان كويشن 3 نجي على كويشن 3، هذا صفر هذا صفر هذا صفر هذا صفر هذا صفر، اذا سي 2 يساوي صفر، اذا طلعنا قيمة السي 2 خلصنا من عندها. نجي على اذا نجي على لما اكس يساوي 6، اكس يساوي 6 واي ايش قد يساوي؟ يساوي صفر. لما هذا اكس هاي منا لهنا منا لهنا هذا هو اكس، منا لهنا هذا اكس، لما اكس يساوي 6 اذا مال البيم كليته اكس يساوي 6، يعني منا لهنا هاي 2 4 6 اللي هنا، فبهاي المنطقة لما اكس يساوي 6 يعني هاي هذا مزحو هذا زحف اللي هنا صار، فاكس يساوي 6 الديفليكشن هنا اكو سبورت اكو مسند اله،
فماكو ديفليكشن، ماكو انحراف، يعني ماكو اي انحراف، فاذا يساوي صفر. فاذا صار عندنا اكس يساوي 6 واي يساوي صفر، نعوض مكان اكس ب 6 بالمعادله نفسها الفوق. فاذا الواي هاي معادله الواي، هاي الواي بمكان الاكس، بمكان الاكس نعوض 6. فايش يصير؟ 13.3 6 تكعيب على 6، 15 بمكان الاكس 6 تكعيب، طبعا 6 ناقص 2 في صار 4 تكعيب. اكس مكان الاكس 6، ف 6 ناقص 4 2 تكعيب على 6، زائد سي 1 مكان الاكس زائد 0. اذا سي 1، اذا السي 1 قد طلع عندنا؟ السي 2 0. السي 1 طلع عندنا ناقص 51.09. هذا السي 1 نجي نعوضه بالمعادله نفسها مال دي واي على دي اكس، يطلع عندك السلوب. المعادله هاي المعادله مال دي واي على دي اكس، هاي عندك معادله مال دي واي، عندك السي 1 يريده انه بمكان السي 1 نحطه اللي احنا طلعناه. السي 1 بمكان السي 1 شو نخلي؟ نخلي المعادله مالته اللي هي ناقص 51.09، هذا ناقص 51.09 طلعت عندنا معادلة الميل. نجي معادلة الانحراف الواي، عندنا المعادلة هي هاي المعادلة الأصلية، هاي المعادلة الأصلية اكس تكعيب على 6 تكعيب على 6 تكعيب على 6 واكس. نجي نقول 13 هذا اكس تكعيب على 6، اكس ناقص 2 تكعيب على 6 وتكعيب على 6، وهذا السي 1 وهذا صفر. هاي هي معادله الانحراف. المطلوب بالسؤال الميل السلوب ومقدار الانحراف ديفلكشن في البيم، رايد السلوب ورايد ديفلكشن كمقدار. تو جيت سلوب اكس يساوي 0، السلوب دي واي على دي اكس، هات اكس يساوي هات اي اكس يساوي صفر، اذا دي واي على دي اكس يساوي دي واي على دي اكس. نخلي هاي المعادله، هاي صفر، عوضنا مكان الاكس صفر بدي واي على دي اكس، صفر بصفر بصفر بناقص 51.9، اذا الميل يساوي، الميل هو يساوي دي واي على دي اكس ناقص 51.09 على اي اي، هاي الاي اي تجي لي جوا هذا الصفاره، هاي 51.9 على اي اي، هاي تطلع عندك. هذا هو الميل، هذا هو ميل البيم او ميل الانحراف. زين تو جيت واي حتى نحصل على الديفليكشن، اد سي بسي، احنا بسي عندنا ايش قد يساوي؟ بسي بسي 2 من هنا لهنا 2، فنجي نطبق. بمكان الاكس 2، فهنا نكتب المعادله، هاي كتبناها المعادله كلها، نطبق بمكانها هو 2. هنا عندك 2 ناقص 2 0، اذا هاي 0، و2 ناقص 4 ناقص 2، اذا هاي 0، هاي 0 وهاي 0، بس هاي المعادله موجوده وهذا السي 1 موجود، فيطلع عندك 13.2 تكعيب على 6 يطلع ناقص 84.4 كذا. هذا الواي يعني بعد ما هذا ويا ناقص يعني نحسبه يطلع عندك ناقص 84.4 على اي اي مليمتر. هذا مقدار الانحراف للاسفل. هذا هو السؤال، حل بسيط، معادله بسيطه، معادلة بسيطة جدا وحلها بسيط ايضا. طلعنا الام، وهذا الام طلعنا هذا الام، بعدين كاملناه وكاملناه مرة ثانية، من كاملناه هو السلوب، وكاملناه مرة ثانية طلع الديفليكشن. التكامل الاول هو السلوب، التكامل الثاني هو الديفليكشن. بعدين عوضنا باكس يساوي صفر، ولما اكس يساوي صفر الواي يساوي صفر، وعوضنا لما اكس يساوي 6 واي يساوي صفر ايضا، وطلعت عندنا المعادله وكملناها بالمطلوب
انه يريد السي على بعد 2 متر، عوضناها بمكان الاكس 2 وطلعت عندنا مقدار الانحراف. الاكزامبل 3 هذا اخر سؤال. Obtain an expression for the deflection curve of the simply supported beam or figure هذا subjected to the uniformly distributed load W. عندنا بيم تو سبورتد، هذا سبورتد وهذا سبورتد، موزع حمل، هذا حمل موزع مقداره دبليو لكل متر. هاي عندك مسافه اكس، وهذا طول البيم هو ال، وهذا محور الاكس ومحور الواي. فشي يريد الديفليكشن. اذا اوبتين اكسبريشن تعبير أو مصطلح for the deflection curve، يريد deflection curve of the simply supported beam. هاي هي simply supported beam، يعني beam ثبت على مكانين subjected to uniformly، هذا حمل موزع distributed load W. هنا أنا بالوسط طالما هو موزع، إذا هنا أنا ردود الأفعال مباشرة نقول WL على 2، وهنا أنا WL على 2، هذا ينقسم إلى قسمين. هذا كليته هو الحمل هو W في L، كليته هذا الحمل هذا هو مقداره W القوة في هذا، يعني المستطيل كأنه مستطيل، الطول في العرض، W في L، هذا W بالطول والارتفاع الطول هو L والارتفاع هو W، فW في L هو هذا القوة، هي هاي القوة. الW في L تنقسم قسمين، قسم هنا وقسم هنا، فكل واحد قيمته من ذني هو مقداره WL على 2. ليش؟ لأنه منتظر. هاي المسافة X هي نصها هي L على 2، المسافة هاي هي L على 2، X يساوي L على 2. إذن الـ M ناخذ العزوم حول X. الـ M شو يساوي؟ احنا ناخذ هسه العزوم حول هاي النقطة. فالـ M يساوي هاي WL WL على 2، هذا مقداره WL على 2 في X، في X المسافة ناقصا هذا شنو؟ هذه قوة إلى الأعلى، هذه قوة اتجاهها إلى الأعلى، فالقوة في الإزاحة مالتها، القوة في ذراعها، العزم هو القوة في ذراعها، احنا ناخذ العزم حول هاي النقطة، فالقوة هي WL على 2 في المسافة مالتها X في ذراعها X، في W في L على 2 في X ناقصا. عندنا هاي القوة، هذه القوة الموزعة، هذه القوة الموزعة لحد هاي نقطة X، هذه القوة هي المستطيل، هي W، هذا منها لهنا W، العفو منها لهنا X، هذا X ومضروبة في W. هذا طوله X مضروب في W، فX في W، هاي القوة في نصف المسافة منا اللي هنا، في الذراع مال هاي، الذراع مال الموزع، الحمل الموزع، هو ناخذ نصفه في منا لهنا، نصفه في منا لهنا، فشو يصير؟ في يعني المسافة منا اللي هنا، يعني هذا الحمل هو L، هذا الحمل كليته هو X، هذا L كبير، X في W، طلع عندنا الحمل، X في W، طلع عندنا هذا الحمل، زين، نضربه بالمسافة مالته، المسافة مالته هي X على 2، يعني منا لهنا، X على 2، إذا الحمل في المسافة مالته، أو القوة في ذراعها، القوة هي شنو؟ هي W في X، W في X، مستطيل، مساحة مستطيل، الارتفاع ماله W والطول ماله X،
دبليو في اكس. في المسافة مالته او الذراع ماله هو المنتصف منا لهنا. المنتصف ماله هو هو اكس على 2 في اكس على 2. شو يصير؟ دبليو في اكس في اكس على 2. دبليو في اكس في اكس على 2. هذا اتجاه للاسفل اخذ ناقص، هذا اتجاه للاعلى اخذ زائد. واذا طلع عندنا العزم اللي هو اهم شيء انت تركب معادلة العزم. اهم شيء تسوي العزم حول حول المحور اللي معطيك اياه بالسؤال. طيب هسه نشتق الان هو نفسه الان المكرلي هو دي تربيع واي على دي اكس تربيع في اي اي، هذا هو الان. خلي بمكان الان هاي زي. نجي على هذا نكامل. ها هسه هو حط هذا بس مجرد عوض مكان ام هذا، نزلها نفسه دبليو ال على 2 في اكس ناقص دبليو اكس، اضرب هاي في هاي تصير دبليو في ال على 2 في اكس ناقص دبليو في اكس تربيع على 2. عوض بمكان الام ما يساوي بمعادله مكلي واضرب اكس باكس تصير اكس تربيع. نجي هسه نكامل، نجي نكامل شو يصير هذا؟ هذا من كامله شو يصير؟ يصير دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس. هذا كامله يصير دبليو ال على 2 في اكس تربيع على 2. هذا يصير دبليو الدبليو على 2 في اكس تكعيب على 3. دبليو ال في اكس تربيع، دبليو ال على 2 في اكس تربيع على 2 ناقص هاي تفسيخ ناقص دبليو على 2 في اكس تكعيب على 3. يعني شو يصير؟ دبليو في ال اكس تربيع على 4 ناقص دبليو في اكس تكعيب على 6 زائد سيما. Deflection of beam is symmetrical about the center of the span about x. لما x بالcenter x على يساوينا l على 2 is evident that the slope must be zero. هناك ال slope يساوي zero. فdy على dx لما x يساوينا l على 2 يساوي zero. هذا هو dy على dx. ال slope ايش راح يصير؟ هذا صفر. دي دبليو ال بمكان الاكس، بمكان الاكس هو ال على 2، نعوض بمكان الاكس هو ال على 2. فهنا تربيع، اذا ال على 2 يعني هذا ال تربيع على 4، ال تربيع على 4 نضربه في 2 يصير 8، يصير ال تربيع على 8، يصير دبليو ال في ال تربيع على 8 هاي على 2 ناقصه. نجي على هذا، هذا هو اكس تربيع يعني ال L على L على 2 تكعيب، يصير L تكعيب وال2 ايضا تكعيب هي 8 في 3 24، اذا L تكعيب على 24 زائد سي 1 ثابت التكامل هو نفسه. فايش راح يصير؟ WL تكعيب على 4 على 16 ناقصا WL تكعيب على 48 زائد سي 1. سي 1 من هنا منا السي 1 يساوي ناقص دبليو ال تكعيب على 24. بعد ما نحل هاي يطلع عندك السي 1 هذا صفر، جمعوا نجمعهم يصير دبليو ال تكعيب على 24 طلع عندك السي 1 ثابت التكامل الاول. سلوب دي واي على دي اكس هاي معادله سلوب دي واي على دي اكس. عندنا ايش صار عندنا؟ مكان السي 1 ايش راح نسوي؟ راح نخلي هذا، راح نخلي هذا مكان سي 1 نكتبها نفسها ونكتب هذا مكان سي 1 اللي هي دبليو ال اكس تكعيب على 4 ناقص دبليو اكس تكعيب على 6 زائد هذا. شوف ناقص ياخذ هو اشارته ناقص دبليو ال تكعيب على 24. هذا هو هذا هو معادله السلوب. انتجريشن اجين، هذا انتجريشن اجين حتى نحصل على الديفليكشن. الواي يساوينا دبليو اكس تكعيب على 3 ناقصا دبليو على 6 تنزل. هذا شو يصير؟ اكس اس 4 على 4، اكس اس 4 على 4 ناقصا هذا نفسه لان هذا سي 1 هذا سي هذا ثابت خلي نفسه هو. طبعا المفروض نكتب سي
ما نخلي هذا لان هذا يتعرض للتكامل، فنكتب C1 هنا وبعدين نعوضها، فهو مختصرها بس نعوضها W التكعيب على 24، فهاي مو كامليه بس حاطين الاكس لها، حاطين الاكس لها، يعني هي C1X، هي C1X زائد C2، فخلى قيمتها طلعت عندنا معادلة ديفلكشن. زين the deflection y is zero at the left supported. طبعا هنا صفر، هنا صفر الواي صفر لما الاكس يساوي صفر. The deflection y is zero at the left supported. زين yx يساوي صفر، y at x يساوي صفر يساوي صفر. We find c2 يساوي صفر، طبعا مثل ما سوينا بهذه المعادلة ال c2 يطلع عندنا ايضا صفر. فاذا معادلة الديفلكشن هي ei y يساوي او الواي مضروبة ب ei، ال e هو modulus of elasticity والاي هو عزم اتصال الذات، فصير WL على 12 في X تكعيب، هاي بعد ما هذا 4 في 3 12 ناقصا W في X 4 على 24، 4 في 6 24 ناقصا W في L تكعيب على 24 X لأنها زائدا صفر. هذه هي معادلة الديفلكشن. The maximum deflection of the beam occurred at the center because of symmetry. X يساوي L على 2، فطلعت عندنا نجيب الـ EI Y maximum يساوي هاي، بعد نحلها هاي نحلها يطلع عندك ناقص 5 WL S 4 على 348، أو الديفليكشن هذا يرمزوا له هالشكل اللي هو هذا يصير لي جوا، يصير 5 WL S 4 على 384 EI. خلي هاي الأرقام يطلع عندك الديفليكشن حقيقي. إذا أنطاك هذا السؤال الإيش قد والآي، تخلي هاي وتضرب وتقسم يطلع الديفليكشن مال البيم. هذه محاضرتنا أو الفصل هذا انتهى، و أنا ما جايب لكم أمثلة كلش هواي، بس أكو أمثلة هنا عندكم بروبلمز، هذا عندك بروبلمز بالأخير، هذا عندك 1 2 أنا شايله، 1 2 3 4 5 5 هذا التسلسل الثاني شلته، 5 أمثلة، 5 مشاكل أو 5 أسئلة غير محلولة تقدرون تحلوها وتتعلمون بها، وعدكم امتحان الأسبوع القادم مهم بهذا الفصل.